السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادي حبايبي طلبة السنتر، طلبة الأونلاين، تعالوا بقى ولاد معايا في الهومورك. عندنا أول سؤال بيقول لي كده إن البودي إز هاب بروجيكتد أت إنيشيال فيلوستي 20، يبقى الـ VIP 20 أت أنجل 60، يبقى ثيتا هنا إيكوال 60 ديجريز تو ذا هوريزونتال. فايند الهوريزونتال كومبوننت، كلمة هوريزونتال ها component of velocity، horizontal velocity يعني VIX. VIX بيساوي الـ VI اللي هي 20 ها times cosine ها 60، فتطلع الإجابة 10 meter per second. بعد كده عايز الـ vertical component of velocity، vertical و velocity يبقى VIY. VIY بيساوي 20 اللي هي الـ VI multiply by sine 60، فتطلع 10 root 3. بعد كده عايز الـ vertical component تاني بس after 1 second from her projection، يبقى هو هنا عايز الـ V final Y. ليه؟ الـ body بيبدأ كده، بيبدأ كده اول ما هيوصل للماكسيمم هايت، فده الفي فاينل واي بزيرو، بس مثلا ممكن ياخد ثانيتين لحد ما يوصل الماكسيمم هايت. فلو بيقول لك انا بعد ثانيه، يبقى اصبح ده نهايه الايه، نهايه الحركه بالنسبه لي من الزيرو للتايم، يبقى هو عايز الفي فاينل واي. وانا معايا تايم 1 سكند فيلوستي وتايم، بطبق الايكويشن الاولى او مكتب كده في فاينل واي يساوي الفي اي واي بلس الجي تي. فالـ VIY أنا جبتها إيه؟ جبتها بـ 10. الـ G لو هو مش مدهالي بعوض عنها الـ VIY، الـ VIY بـ 10 root 3، 10 root 3. ها الـ G لو مش مدهالي بعوض عنها بـ 10 عشان أبسط الأرقام، بس هعوض عنها هنا بـ positive ولا negative؟ لا، ده في حالة إيه؟ هو في حالة ها projectile upward، يبقى في الحالة دي بالنيجاتيف، نيجاتيف 10 تايمز 1. خلاص دي تحسبها تطلع تقريبا 7 بوينت حاجة كده متر بير سكند. هنا بقى بيقول لي ده البيرسون هاب بروجيكتد ها ستون ابورد ات انجل 30، حلو تو ذا هوريزونتال، يبقى ثيتا معايا. بعد كده هي نفسها الستون رجعت تاني للسيم بلين بعد 10 سكند، يبقى ده الفلايت تايم، يبقى ده الفلايت تايم دي ثيتا. عايز وهو حاله فري فول اكسلريشن ب 10، عايز الفيرتيكال كومبوننت. انا عندي قانون بيقول ان الفلايت تايم بيساوي نيجاتيف في اي واي سكوير، لا بيقول 2 في اي واي ديفايدد باي جي. طيب الفلايت تايم ده ب 10 بيساوي نيجاتيف 2 في اي واي، قلنا جي لو مش مدالي بعد انا بنيجاتيف 10 ابسط الارقام، اعمل كروس ملتيبليكيشن، نيجاتيف هتروح مع النيجاتيف يبقى 100 بيساوي 2 في اي واي، يبقى الفي اي واي ايكوال 50 متر بير سكند. يبقى انا جبت الفيرتيكال كومبوننت 50 متر بير سكند. عايز ايه تاني؟ عايز الهوريزونتال كومبوننت ها of its velocity of projection. طيب ما انا معايا الانجل، وطالما معايا الانجل ومعايا الفي اي واي اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب الفي اي، في اي واي بيساوي، او احنا ممكن نجيب الفي اي اكس على طول. ازاي؟ اهو عارفين الطريقه دي، نقول ان احنا خدنا ان الفي اي واي على الفي اي اكس بتساوي التان 10 ثيتا، يبقى لو انا عايز في اي اكس يبقى في اي اكس بيساوي الفي اي واي ديفايدد التان 10 30، يبقى بيساوي الفي اي واي ب 50 على 10 30 وطلع القيمه كام؟ ده الفي اي اكس. عايز الماكسيمم هايت، اجيب الرول بتاع الماكسيمم هايت، اقول له كده الماكسيمم هايت، الهايت بيساوي نيجاتيف في اي واي سكوير ديفايدد باي 2 جي، يبقى الماكسيمم هايت بيساوي نيجاتيف في اي واي دي اللي هي كام بقى؟ اللي هي 50 باور 2 ها على 2 تايمز نيجاتيف 10،
نيجاتيف هتروح مع النيجاتيف والزيرو مع الزيرو بقى 250 يطلع 125 مترز. السؤال اللي بعد كده هنا اول ما ببص على الجراف ده اقول ان الفي اي واي ب 30 والتايم لحد الماكسيمم هايت 3 والفلايت تايم ب 6. بعد كده هو عايز ايه؟ عايز الفيلوستي ها ووز بروجيكتد، يبقى عايز في اي. عايز ايه؟ عايز في اي. طب مديني الانجل او مديها لي. طب انا هنا بقى الفي اي واي دي مش بتساوي الفي اي ساين الانجل، يبقى الفي اي بس لوحدها تساوي الفي اي واي اللي هي 30 على ساين 30 فتطلع 60. يبقى اول واحده دي ب 60 متر بير سكند. عايز يحسب الماكسيمم هايت، اديله الرول بتاع الماكسيمم هايت نيجاتيف في اي واي سكوير ديفايدد باي 2 جي، يبقى بيساوي نيجاتيف بر الفي اي واي بكام؟ ب 30 هو في الجراف 30 بار 2 على 2 تايمز نيجاتيف 10. نيجاتيف هتروح مع النيجاتيف يبقى عندي هنا 45 مترز، ده الماكسيموم هايت. عايز الهوريزونتال رينج، اقول له رينج ار بيساوي في اي اكس تايمز الفلايت تايم. الفلايت تايم الجراف بكام؟ ب 6. ناقصني الفي اي اكس اجيبها في اي واي على الفي اي اكس، او بلاش بقى ما انا جبت الفي اي، ما انا معايا الفي اي المره دي معايا في اي ب 60، فاقول له في اي اكس خلاص اللي هي يبقى الرينج بيساوي الفي اي اكس اللي هي عباره عن الفي اي اللي هي 60 ها في ايه؟ في كوزاين 30 تايمز الفلايت تايم 6، يبقى دي هتطلع 180 روت 3 مترز. ناخد السؤال اللي بعده من الاسئله بقى بتاعت الايه الحصه اللي فاتت. ده ديسبليسمنت ماله؟ دايركت مع التايم، هو ريليشن دايركت، يبقى دي حاله يونيفورم فيلوسيتي. طالما يونيفورم فيلوسيتي يبقى الفورس ايكوال زيرو. هو بيسال بقى الريزلتنت فورس اكتنج اون بودي، اقول له ايكوال زيرو. هنا بيسال عايز انه ستيتمنت دازنت ابلاي اون اكشن ورياكشن، ما تنفعش الاكشن يساوي رياكشن دي ابلاي، الاكشن اوبوزيت رياكشن ابلاي، الاكشن فورس والرياكشن فورس اكتنج اون سيم بودي لا نوت ابلاي، انما الاكشن والرياكشن اكتنج اون تو ديفرنت بوديز. الجزء ده بيقول لي في الجراف اللي قدامي ريليشن بتوين الريزلتنت فورس اون بودي والتايم، عايز التايم انترفال ان ويتش ها بودي موف وذ يونيفورم فيلوسيتي، اقول له طالما يونيفورم فيلوسيتي يبقى انت عايز سيجما اف ايكوال زيرو. فهنا البودي عنده فورس، ده الجزء الوحيد ان الفورس كانت بزيرو اي بي، الجزء اي بي هو الاجابه الصحيحه، هو ده اللي الفورس كانت بزيرو. هنا بقى ستاتيك هاب از بليست على تيبل باي فورس داون وورد سو ذا رياكشن فورس. هنا بقى الكتاب عامل اكشن على التيبل، يبقى الرياكشن فورس بتاعت التيبل على الكتاب، بتاعت الفورس بتاعت التيبل اون بوك. هنا بقى ده عايز الجراب ريليشن بتوين الفاليو اوف اكشن اند رياكشن فورس سيم درونج سكيل، يبقى لازم الاف 1 والاف 2 دول الانجل بينهم 45. ليه بقى؟ علشان انت تقول ان اف 1 قد اف 2، اف 1 قد اف 2 يبقى الريزلتنت لازم يكون عامل 45، عشان تقول اف 1 دي عباره عن الاف نفسها كوزاين 45 وهنا اف 2 ساين 45 ويطلعوا الاثنين ايكوال، يبقى دي الاجابه الصحيحه. هنا بقى الريزلتنت فورس اكتنج اون موفينج بودي فانيشد
ده معناه ايه اللي فانشت زيها؟ لو الريزلتنت فورس فانش يبقى معناها اكسلريشن فانش، لان الفورس بزيرو يبقى الاكسلريشن زيرو. لو بادي اكس اكت اون بادي واي باي فورس 9 نيوتن، يبقى الرياكشن فورس اون بادي واي نيجاتيف 9 نيوتن. ليه؟ الماجنتيود 9، الماجنتيود 9 بس الرياكشن عكس الايه؟ عكس الاكشن. فالاكشن ب 9 بوزيتيف، يبقى الرياكشن 9 نيجاتيف. بعد كده عندنا في الشكل ده، لو انا عندي 3 بالانسز، الثلاثه كلهم ايكوليبريم، دول كلهم ايكوليبريم، قال لي في الحاله دي الفيرست والسكند بالانس 100، يبقى الريدنج بتاع الثيرد بالانس 0. هنا تاني بيقول لي هنا ايه؟ الثلاثه دول في حاله بالانس، حلو، يعني سيجما اف كلهم بزيرو، ماشي، سيجما اف كلهم بزيرو، كلهم انجلز ايكوال 120 120، يبقى اللي فوق 120. قال لي لو الريدنج بتاعت كل واحد بتاعت الفيرست والسكند بالانس از 100 نيوتن، يبقى الريدنج بتاعت الثيرد بالانس 100 نيوتن زيهم، يبقى كل واحده من دول تدي 100 نيوتن عشان يدي ايكوال زيرو. حتى انا لو جيت عملت كده، دي كلها 120، دي 30، دي 90، دي كده 30، هتبقى لازم تطلع بنفس القيمة، تلاتة بنفس القوة ونفس الانجل للفرق بينهم، يبقى 100 نيوتن. بص بقى، بيقول لي في الفيجرز دي التو فورسز اف 1 واف 2 may be in equilibrium، يعني فيهم واحدة حالة equilibrium، الباقي كله scientific base بتاعت نيوتن ثيرد لو، يعني بقيه الاشكال كلها ساينتفك بيس مبنيه على فكرتها مبنيه على نيوتن ثيرد لو. يبقى اندفاع الصاروخ الروكت ده اصلا عشان يحصل له بوشنج كده، ده نيوتن ثيرد لو، ده نيوتن ثيرد لو، يبقى الروكت ده نيوتن ثيرد لو. قوة دفع الولد ده للبتاع وهو قاعد على الكرسي، فالكرسي هيرجع لورا، ده اكشن وده رياكشن، ده برضه نيوتن ثيرد. انا لما بمسك البندقية كده وبضرب، يبقى ده هنا رجوعك انت لورا واندفاع الايه؟ اندفاع الرصاصة اللي قدام، ده برضو نيوتن ثيرد. دي بقى الحالة الوحيدة إيكوليبريم، F1 و F2 أكتنج على بادي واحد اهو، فطالما أكتنج على بادي واحد يبقى دي بس الحالة الوحيدة الإيكوليبريم، إنما كل دول تو ديفرنت، دول كلهم تو ديفرنت، فيش وان بادي خالص. ماشي، ده كان طبعا اخر سؤال لينا في الهومورك، تعال نشوف حل الامتحان. بصوا يا اولاد، كان السؤال الاولاني ده المستر كان شرح لنا كده، قال لو البادي حصل له بروجكتايل بفيلوستي في وانجل ثيتا لو كانت 45، فده يدي جريتست هوريزونتال رينج، ولو انا هو نفس الفيلوستي بس كان الثيتا 1 بلس الثيتا 2 مجموعهم 90، يعني كومبلمنتري انجل، يدوا سيم هوريزونتال رينج. طيب هو هنا بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي البادي حصل له بروجكتد بفيلوستي في وانجل 30، حلو، فعمل هوريزونتال رينج قيمتها 50 مترز. يبقى الاول هو كانت الفيلوستي في والثيتا كانت ب 30 وعمل رينج قيمته 50. قال لي لو البادي ده بروجكتد بنفس الفيلوستي بس سيتا 2 60، الرينج يبقى كام؟ اقول له لو المستر لسه قال لنا لو مجموع الاثنين ب 90 يعني كومبلمنتري يدوا سيم رينج، يبقى الرينج ب 50 برضه. هنا ده ريليشن ما بين الديستانس وما بين التايم، ديستانس والتايم بتطبع الايكويشن نمبر 2، فبكتب دي بيساوي في اي تي بلس هاف اكسلريشن في التايم سكوير.
الدي مع الدي والتايم مع التايم يبقى الفي اي ب 40. يبقى الفي اي ب 40 يبقى الاجابه يا ايه يا دي ناقص لي الاكسلريشن. التايم سكوير مع التايم سكوير نيجاتيف 2 بهاف الاكسلريشن او هاف الاكسلريشن بنيجاتيف 2 يبقى الاكسلريشن بنيجاتيف 4. السؤال اللي بعده ده بيقول البادي از بروجكتد ابورد ات انجل ثيتا تو ذا هوريزونتال اف ذا هوريزونتال رينج اللي هو الار ها باي ذا بادي ايكوالز يساوي مين؟ يساوي الماكسيمم هايت يساوي الاتش. يبقى الاتش بيساوي الار. الاتش بيساوي الايه؟ الار. طب مش المستر عطاكو بسكوتة الحصة اللي فاتت وقال لكم لما يديك علاقة ما بين الاتش والار تقوم تكتب اتش على ار يساوي كوارتر التان. طب ما تشتغل بقى الاتش قد الار يبقى ده بواب يساوي كوارتر التان. ودي الكوارتر دي في الاذر سايد بفور يبقى الفور بتساوي التان. اعمل شيفت تاني الفور تطلع 76. هنا بيقول لي ان البادي ده كان في حاله فولس فريلي فروم ها فروم اي توب ها اوف بيلدينج لحتى ما وصل للجراوند افتر تايم تي. قال لي عايز الجراف اللي يمثل الريليشن ما بين الفيلوسيتي والتايم. اقول له فيلوسيتي والتايم دي الفيرست ايكويشن والريليشن ما بين الفيلوسيتي والتايم في الفيرست الفيلوسيتي دايركتلي مع التايم يبقى الفيلوسيتي والتايم دايركت. يبقى الريليشن بتاعت الفيرست الفيلوسيتي والتايم دايركت. هنا انا قلت السؤال ده هجيبه لكم الحصه الجايه في الامتحان وقلت لك لو حفظته هتنساه. هو بيقول لي كده ان البروجكتايل ده موف اهو يعني البادي لما بيحصل بروجكتايل بيتحرك في كام دايمنشن؟ في اتنين في واي واي واكس. طب هو في اتجاه الواي بيتحرك في الهواء يعني بيتحرك باكسلريشن ديو تو جرافيتي فالاكسلريشن دي تبقى ايه؟ تبقى كونستانت فاليو. طب هيرجع على الاكس كم مره؟ مرتين. ادي مره وادي الثانيه فالمره دي ادي فيلوسيتي 20. طب ولما هيرجع هيبقى نيجاتيف 20. النيجاتيف دي عشان هو هنا بيتحرك ابورد وهنا بيتحرك داونورد يبقى في الحاله دي الفيلوسيتي في المرتين كانت 20 يبقى الفيلوسيتي مالها؟ كونستانت. يبقى هو على الفيرتيكال اللي هو الواي عنده اكسلريشن كونستانت. طب وعلى الهوريزونتال عنده فيلوسيتي كونستانت. فهو بيقول لي السبيد في الهوريزونتال اللي هو اكس كونستانت. اقول له صح. قال لي والاكسلريشن في الفيرتيكال كونستانت برضه. اقول له صح. يبقى السبيد في الهوريزونتال كونستانت وفي الفيرتيكال اكسلريشن كونستانت. كده وصلنا لنهاية الامتحان. أشوفكم بقى في حصص المراجعة إن شاء الله على خير يا رب بالتوفيق ولادي حبيبي.